السلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب، نحن مش المقطعنا اليوم راح نلعب حرب البيض، بس هاي المرة شباب حرب البيض من قوس قزح. اوكي شبابنا الحلوان، ها هي البيض من قوس قزح. فشباب اللي ما ضغط لنا لايك شباب ينطينا لايك وسبسكرايب شباب، خلنا نوصل هذا المقطع عدد كبير من اللايكات. اوكي فطبعا شباب رتبت وضعي وكل شيء تمام، هسه بس شيء واحد نروح ندرعه ونجلد اللي بصفنا. اوكي طبعا شباب نسيت ما قلت لكم شغله، انه بدلت على الاصدار 1.12.2، يعني البي في بي هنا مره صعب ومره شباب الصراحه اني متعود يعني على 1.8 يعني ضرب سريع، بس ابي اغير شوي. شباب شنو السالفه ليه ما ينضرب هذا؟ اوكي خلاص يلا باي باي انت مع السلامه. شفتون شباب شلون اقدر اضرب؟ يعني ضربه وقف، لازم تضرب وتوقف، تضرب وتوقف، تضرب وتوقف، عرفت شلون؟ مو ضرب سريع زي 1.8. فوالله الله يعيننا شباب. تقول يا ابو المور ليش شنو السالفه ليش راح تغير؟ والله شباب هيك ابي اغير شوي يعني. اوكي 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 شباب انتم همين اكتبوا لي في التعليقات اذا تعرفون تلعبون في هذا الاصدار 1.12.2. الصراحه اني نص نوب ونص محترف، يعني عرفت شلون؟ يعني مو ذاك المحترف مره بقعد اوبسيدين يا عيال، الله يعيننا عليه وبس. تعال ورع ورع، يلا يلا برا، يلا برا يا ليل. ما يوقع ذا، ما يوقع ذا. شكله ما مغلفه كل اوبسيدين فنقدر نشيل البيضه مالته. خليني بس اكل شوي. تعال شباب قلت لكم حتى 1.12.2 محترف شباب، قلت لكم افشلكم انا. تعال ورع ورع، ليش ما يضرب؟ ورع ورع، يلا باي باي، يلا مع السلامه، باي باي. يلا يا اخي موت يا عيال، ما اقدر اتحكم، وي ما اقدر اتحكم بسهوله لان ما ادري شنو السالفه، عندي شويه دروبات اف بي اس. بس ما عليكم شباب، حتى عندنا دروبات ما يخالف نجلدهم اليوم، الجيم مفوزه. اوكي بس ما ادري شباب يمكن في الجيم الثاني نحول على 1.8، لان الصراحه دا اتعذب انا الحين، عرفت شلون؟ هذا شكله محترف يا عيال، بس خلي اشيل البيضه مالته اول، خلي اشيل بيضتك يا ورع، والله شكله محترف مره. شلنا البيضة مالته، والله محترف يا عيال، والله صدق. شفتون شلون يضرب الضرب مالته حق شخص مرة محترف شباب؟ بس الله يعين على ذا المحترف لأن شكله أبد ما يبشر بخير. شباب هو أهم شيء يعني نحن شلنا البيضة مالته، هو الأورنج صح؟ والله ما أدري شكله مات له ما أدري ايش صار فيه، بس والله شفتون يا عيال شلون يضرب ذاك شباب، والله اتمنى اني اكون محترف زي بس بقتي واحد. اوكي الفوز الفوز يا شباب، شكله مات ذاك الوير على شلنا بيضته القوي قلنا عليه، بس ما عليكم شباب حتى قوي نحاول نجلده، نبذل اقصى جهد جهد جهدنا حتى نفوز ونجيب الجيم. اوكي اوكي شفتك يا ساين يا ورع، خلي بس تشيل البيضه مالته ونرتاح وبعد خلاص لا يجينا مرة ثانية. شنو اللي يجينا؟ نفوز بالجيم بعدها خلاص. اوكي باي باي بيضة القوس قزح، يلا باي باي. يلا هسه وينك شباب؟ هسه بس اندل وين؟ شفتك شفتك يا ورع، يلا بس تعالي شباب، شو رايكم نسوي الانتحاري؟ يعني انتحر وبس، ها هي افوز اني بالجيم ايزي لان عنده تشست بلاي تشين، تشست بلاي تشين يا شباب. عيال الو عيال، ما قدرت اضرب، ما شفتي ولا ضربة. اه 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 كل كل جولدن ابل. اوكي شباب 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 شباب، وش ذا وش ذا شباب؟ والله ابد مو متعود على الضرب البطيء شباب، قلت لكم حتى مو متعود على الضرب البطيء وافوز بالجيم. اوكي شباب الحين دخلنا الجيم الثاني، وان شاء الله يا شباب كالعاده نجد حيوان البعض شباب. ذاك وين البيضة من قوس قزح؟ بيضة من قوس قزح. يعني شباب المرة اللي قبل هاي لعبنا بالبيضة حق اليوتيوب، المرة هاي البيضة حق قوس قزح. شباب اتمنى تكتبوا لي تحت بالتعليقات ايش تبون البيضات تكون الجاية، ما ادري يعني اكتبوا لنا تحت في التعليقات. اوكي؟ اوكي شبابنا الحلوين خلاص على السريع رتبنا وضعنا، خلي اسوي فوست بريدج ذا، نروح نشيل بيضة. لا لقلقت. اوكي شباب الحلوين هسه اول شيء خلينا نروح ندرع مع البينك، نخلص من يمه ونرتاح. اوكي وصلنا للبينك بنجاح. وين البيضة مالته؟ وين البيضة مالته؟ اوكي باي باي بيضة البينك خلاص انشالت. اوكي حلو. شباب بس خليني نشتري شوية بلوكات زيادة حتى اكل، لو نحتاج شوية اكل نحن. اوكي اكل وبلوكات حلو، يلا البينك يلا. ها صديقي لا 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 ماكو رجع ماكو رجع،
يا ورع يبي يوقع فيه البلوكه والله انه ورع والله مسكين. يلا واخر يا ورع شباب شباب شنو صار شنو صار؟ يلا باي باي والله مسكين يا شباب. اوكي هنا أنا ما في بيضة. اوكي ما في بيضة الحمد لله. نشترينا بلوكات؟ لا لازم اكل شباب اكل اكل اكل. اوكي خلي بس اكل شوي لان هنا نحتاج بشكل مو طبيعي للاكل عرفت شلون. فياب يلا اللي بعده للبلو بس اتمنى اني ما اوقع او تعرفون شنو عوف الفاست بريدج شباب لان الفاست بريدج اقدر اوقع بشكل مو طبيعي عرفت شلون. اتمنى شباب اتمنى انه يكون ذا الجيم جلد ذا الجيم الاول ونحاول نحن ما نموت ابد ولا مرة عرفت شلون. فايب اوكي ليتس جو ليتس جو شباب يا رب يا رب نوصل. اوكي حلو وصلنا للبلو نقول باي باي للبيضة مال البلو طا يلا مع السلامة خلي اكل الجولدن ابل. الله ما يحتاج ناكل الجولدن ابل. اوكي لا والله شباب كنت راح اوقع كنت راح اوقع شباب او ماي جاد. اوكي بما انه عندنا 10 بلوك 10 جولدايات اشترينا تشست بليد حلو. يلا هنا اكو معركة كبيرة خلينا نروح نجلد والله شباب شخصي يوقعيك لا شباب اتحداكم تلقون شخص يوقع زي مثل النوب شباب والله والله مصيبة يا اخي. اوكي خلينا نروح شباب. اوكي هذا البلاك بقى البربل واللايت بلو. اوكي خلينا نروح اللايت بلو والبربل حطها بالاخير او نروح البربل شباب. يلا يلا البربل شباب لو انه كانه متابع لانه في اللوبي قبل شويه دايحت وياي. اوكي صراحه ما بدي اجيب البيضه مالته لان والله ما ادري شباب والله صديقي ذا كف وشال البيضه حق اللايت بلو واني للاسف يا حبيبي. شباب او ماي جاد بقيت بس انا والمتابع. اوكي شباب ليتس جو للبيضه البربل للاسف يا صديقي والله شباب ما ادري اعتقد متابع ذا لهم والله ما ادري الصراحه. اوكي هسه وينك للاسف يا صديقي هو كان في البيضه حق اللايت بلو ذاك وين. او ماي جاد او ماي جاد انا 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 ها تنطيني الجيم لا انطيك الجيم ها سكن بنوت والله وقع شباب لا وقع المتابع انطاني الجيم والله شباب لو منطيه هاني الجيم بيكون احسن اعتقد. يلا شكرا لك شباب والله لا العب جيم ثاني او جيم ثالث ولا انطيه الجيم. دقيقة هو شباب قبل ارسل لي فريند والله لا قبل لها فريند وارسل له بارتي هم بارتي انفايت شو اسمه هو ترن. اوكي شباب الحويس دخلنا الجيم الثالث والاخير مقطعنا اليوم بس ما عليكم يا شباب ذا المتابع والمتابع الصراحة ما ادري شو اسمه اسمه ترو نعيم ما ادري اعتقد نعيم اسمه ما ادري شنو. المهم لازم انطي هذا الجيم ما يهمني شباب ما يهمني لازم نبقى انا وياه للاخير وانطي الجيم ما ادري والله شباب. اوكي شوف الحويس رتبت وضعي كل شيء تمام بس خلي اغلف البيضه دقيقه شباب دقيقه اغلف لك البيضه زي كذا حلو وليتس جو ندرعم يا شباب. اوكي شفت حمزه ما وقعت والله شباب حسبت نفسي وقعت. اكو شخص هنا أنا اعتقد ذا جمع له 5 حبات دايموند ورايح يطور المصنع بس ما ينفعك يا ورع يا ورع ما ينفعك. اوكي شيل البيضه موت موت ها لا لا ما في مجال ما في مجال يا ورع ما تاكل هاي شو صار شباب لا تاكل جولدن ابل ورع لا تاكل او ماي جاد يا ام يا البيض يا البيض يا ام يا البيض جولدن ابل دقيقه شباب خلينا نتفاهم خلينا نتفاهم خلينا نتفاهم ورع 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 دقيقة شباب اقسم بالله ما اقدر اركز يا اخي شنو هذا؟ جلدناه حلو حلو شباب حلو 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 جلدناه ما ادري شلون صراحة بس لو ما اكلت جولدن ابل كنت انتهيت بس الله صراحة يلعب ذا. اوكي بلوكات زيادة نرجع لجزيرتنا او هذا اللي بصفنا هذا منه هذا اورنج ما في. اوكي هسه خلينا نروح نشوف هناك شاكو ماكو. اوكي شبابنا الحلوين اكو هنا شخص اسمه لايت بلو شنو اسمه المهم التيم مالته لايت بلو او ذا مفسخ شباب ذا احسن اعتقد نروح ندرعم عليه لان ذا مفسخ ذاك يعني يمكن يكون قوي عرفت شلون اصلا هذا شكله ورع والله يلعب يلعب يا شباب يلعب العب يلعب لو ما يلعب اجلدك اجلدك يا ورع
اوكي بس خلي اشتري لا اشتري لنا السيف من ايرن حتى نسيطر اكثر، نشتري لنا جولدن ابل زياده. شكلي يا شباب راح ابدل الدروع لان الدروع شكلهم راح يموتون، فنشبر القديمات نشتري الجديدات. اوكي والله كلش صعب ذا المود او ذا الاصدار يا عيال، والله يا اخي انت ما بتعرف وانا قد ايش اتعذب. يعني انا دوما العب على 1.8 يعني ايزي اقدر اسيطر. شلون جابك لهون يا ورع؟ مفسخ ما عندك دروع وتجيني وتمددك علي يا ورع، مددك علي ما عندك دروع. والله منوب يا عيال منوب. اوكي خل نروح البيضه بما انه يعني هو يجينا ويستهبل علينا، فنروح له وننهيه يعني خلاص بعد ما يكون هذا ابد نهائيا. اوكي نروح له زي كذا نعطيه. اوكي نشيل البيضه مالته. اي ورع تضربني بيدك، مددك علي وانا كره ورع موت ورع. يلا باي باي. اوكي بقى المتابع واللايت بلو شباب، لازم اجلد ذا حتى انطي الجيم للمتابع، ما يهمني شباب لازم انطيه الجيم. الجيم الثاني انطاني هو الجيم، بس هذا الجيم لازم انطيه اني الجيم. صح ما فهمتوا شيء بس يلا عوافي ما تشوها. ان شاء الله يكون نوب ذا، لو انا شكله لعيب بس يا رب نقول يا رب. اصعد 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 اصعد. يلا بس خلاص شكله خلص بلوكات الويرع، فنسوي له زي كده. لا معقول هيك شباب، اكو شخص في حياتكم يوقع هيك وقعه؟ والله اني نوب يا شباب. لا 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 قبل شويه وقعت بس هسه والله لا اجلدك يا لايت بلو يا ورع. شباب شوف 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 خل لا لا مو اني يا ورع يا صديقي. موت موت يلا باي باي. اوكي جي جي. اي كفو 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 صديقي، تعال 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 يلا. انا البيضه مالتي هنا انا ورع. يلا تعال تعال شباب والله ي... او ماي جاد انحشرت شباب شكلي انحشرت. والله جي جي كان جيم صراحه حلو، شكرا للمتابع فوزني في الجيم الثاني، بس والله الصراحه يستحق الفوزون هنا. خلي بس اشوفه وي باير وارك وي. فبشوفكم هنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى عجبكم هذا المقطع. اذا عجبكم المقطع صدمونا بلايك، اشترك بالقناه اذا مو مشتركين، وشكرا لهذا صديقنا المتابع شكرا له. وبس لايك لايك اشترك بالقناه اذا مو مشتركين، وبس مع السلامه.